أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأمت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقلنا أن الهوى هو ميل النفس مع وجود حق مقابل. الحق واضح أمامه ولكن هوى نفسه يلويه، ولذلك يقول العلماء آفة الرأي الهوى. الرأي يبقى كويس إنما الهوى يميل يميل به حيث أريد الإنسان. وقلنا لا أدل على ذلك من أما الرجل منهم كان يسير فيجد حجرا أجمل من حجره الذي كان يعبده فيرمي الحجر اللي كان بيعبده ويجيب حجر تاني شكله حلو ولا منظم ولا مهذب عشان ايه يعبد. يبقى هواه في جمال الحجر هذا غلب ايه انه اله. هنا يضرب الله المثل اكثره. اتظن ان اكثرهم يسمعون او يعقلون؟ كلمة اكثرهم دي تدل على ان بعضهم بيسمع ويعقل. ام قال لك ده ايه وقانون الاحتمال. ليه؟ لان عليه الصلاة والسلام كثير من كفار قريش وقفوا منهم موقف العداء ثم انتهوا الى انهم اصبحوا ايه مؤمنين. يبقى اذا برضو كانوا بيفكرون بيعقلوا، ولذلك قال اكثرهم علشان يحمي مين؟ يحمي هذا الحكم. لانه لو قال كلهم ما بيسمعوش ولا بيعقلوش يبقى اذا جه واحد وقال انني مسلم يقول لك انت كنت بتقول ده ما سمعش ولا عقل او عقل او. يبقى كلمه اكثرهم دي يبقى تفيد على ان فيه احتياط لما يقع من ايمان بعضهم. وما دام احتياط لما يقع من ايمان بعضهم يبقى فيه تحري للايه؟ تحري للحقائق. واحنا قلنا ان صحابه رسول الله كانوا في المعارك ياسفون على انهم لم يظفروا بصناديد قريش عشان يقتلوه فبقوا يزعلوا. لا ولم وبعد ذلك جاء هؤلاء الى الاسلام فأصبحوا بعد ذلك سيوف الله في الإسلام. يبقى إذن هم نفذوا منكم عشان يبقوا إيه؟ يبقوا لكم ولم إيه؟ ولمصلحتكم. الأنعام بقى إزاي تقول ضلال وما ضلال؟ الأنعام محكومة بقانون التسخير. قال لك ملهاش دعوة في الاختيار، الدين جاي عشان يحدد الاختيار، افعل هذا ولا تفعل هذا. إنما الأنعام ملهاش اختيار ولا أي حاجة، ما لهمش علاقة بالإيه؟ بالموضوع. ولذلك لما ضرب الله المثل باليهود كمثل الحمار يحمله إيه؟ أسفارة. قال الحمار مهمته أن يحمل، لكن أنت يا يهودي مهمتك أنك أنت تحمل وتطبق. فلما الحمار ما يطبقش لأنه مش مطلوب منه. وحتى الأنعام لما تشوفها تقوم تجدها تعرف مراعيها وتعرف اللي مثلا بيسقيها، تعرف اللي بيأكلها، تعرف مكان المية تشرب فيه، تعرف مكان اللي بتبات فيه. حتى ان الواحد منهم مات على ظهر جواده فاخذه جواده وهو ميت ووداه لايه؟ للمكان. يبقى بيفهم بس في حدود ايه؟ في حدود مهمته، في حدود مهمته. طب والمهمه الدينيه؟ ام قال لك في باطن الامر يعلمها انما هي مش مطلوبه منه دلوقتي. ليه؟ لانه انتهى منها اولا لما قال لما انا عرضنا الايه؟ الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن إيه؟ يحملها وحملها الإنسان. الله. لكن هم انتهوا من المسألة دي خلاص، قالوا لا لا خلينا مسيرين وما لناش اختيار ونبقى بالغريزة محكومين وهو إلى آخره. يبقى خدوا اختيار ولا ما خدوش؟ بس نفذوا الاختيار جملة إيه؟ جملة واحدة من أول الإيه؟ من أول الأمر. فإذا الحيوانات أو الأشياء الأخرى تمسك الحيوان في الهدهد. الهدهد قال ايه لسليمان؟ هدهد من مملوكات سليمان اللي سخرها ربنا له، يقول احط بما لم تحط به. ايه الديمقراطيه الحاليه دي؟ احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة الى اخره تملكهم واوتيت من كل شيء ولها ايه؟ عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اذا حتى الحيوانات عارفه القضيه، عارفه الايه؟ اذا هي عارفه الايه القضيه
ليه؟ وإن لم تكن مطلوبة فيها طلب اختيار، لأنها محكومة بالإيه الغريبة، وسلمت من أول الأمر. اللي ما سلمش مين؟ اللي ما سلمش اللي هو مين؟ الإنسان. أم تحسب أي تظن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ يبقى الأقل بيسمع ويعقل، بدليل أن منهم من جاء للإيه؟ جاء للإسلام. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام سبيلا، لأن الأنعام تعرف مهمتها المخلوقة لها، ولا يمكن تعمل عمل إلا ما كان منوطا بغرائزها وباستعدادها وبقدرتها. احنا قلنا زمان لو أن الإنسان يركب حمارا ثم مر على جدول ماء وعايز يعدي الناحية الثانية وبده يضرب الحمار عشان الحمار يعمل ايه؟ ينط الناحية الثانية، الحمار يبص كده للجدول بعينه، إن علم بغريزته أن في طاقته أنه يعدي يعدي، ما فيش في طاقته أنه يعدي، مش ممكن يعدي، تضرب فيه إلا إذا شلته بقى. وإيه ده؟ بحكم إيه؟ بحكم الغريزة اللي ما تخطئش. نعم. إنما الإنسان يقول لك لا أنا سبق لها من بعيد وأجي لها مش عارف، يروح إيه وروح مدبوب في الإيه؟ مدبوب فيه. نعم. الحق سبحانه وتعالى يعرض آيات الكون، هو خلق الآيات، وكان من المفروض ممن يرى الآيات أن يتنبه إليها بدون أن ينبه. شوف حاجة عجيبة كده، إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أنك راكب طائرة ثم سقطت الطائرة في صحراء وبعد ذلك لم تجد في الصحراء شيئا من أنس الحياة أبدا، فغلبك النوم فنمت ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها أطايب الطعام وأطايب الشراب. بالله قبل ما تمد إيدك لا تقول الله ودي اللي جابها مين، ما تقولش كده، ولا ده انت كنت نايم ما فيش حاجة خالص. يبقى إذن فيه آيات كان يجب على الإنسان إنه يتنبه إليها ويلتفت له ويقول بس دي أنا مين اللي عمل دي، اللي جابها مين. فإذا جاء الواحد من بعيد قال له يا شيخ أنا تقول له تعالى دي إيه، أهو الرسل عملوا كده. كأن في آيات كان يجب أن تشد انتباهك إلى أنك أنت تبحث في أسرار وجود هذه إيه دي؟ دي مسألة كلها عالية عني، الشمس العالية دي والقمر والمية اللي بتنزل والهواء والمش عارف إيه، كان يجب أن، ومع ذلك لم يترك الله لأن تتنبه أنت، بل نبهك هو ولفتك. قال لك خد بالك من دي، خد بالك من دي، ما سبكش كده. فربنا بيعرض بقى أشياء من الكونيات والآيات التي يراها الإنسان برتابة ويشوفها كل يوم، يشوفها الفيلسوف ويشوفها راعي الشاة ويشوفها الصغير ويشوفها الكبير، وتتكرر دائما. إيه الحكاية إيه اللي جاية دي؟ ألم ترى، ألم تعلم، أو ألم ترى إلى صنعة ربك؟ إيه هي في إيه دي؟ كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الله، صحيح احنا بنشوف الظل، بنشوف، ما هو الظل؟ الظل هو ايه؟ الظل هو ان يحجب شيء كثيف من جبل من بناء من شجرة، يحجب ايه الكثيف ده؟ يحجب ضوء الشمس، فلما ينحجب ضوء الشمس يبقى في الناحية الثانية الظل والباقي ايه؟ شمس. تبص تلاقي المسألة متعلقة بالشمس وبالأرض اللي احنا عايشين عليها. احنا لما عارفين ان الأرض كورة والشمس مواجهة لها كده، الجهة المواجهة للشمس بتبقى ايه؟ والغير المواجهة ما تقولش ظل، يبقى ايه؟ ظلام. ايه الفرق بين الظل والظلام؟ ام قال لك لانه اذا كان الحاجب لضوء الشمس من نفس الارض يبقى ظلمة، انما من شيء على الارض يبقى ظل. هذا الفرق. الارض كرة اهي والشمس جاية من الناحية دي زي دي كده، اللي الناحية دي ايه؟ ما تقولش ظل، بتقول ايه؟ ظلمة، لان اللي حاجب على اللي حاجب الضوء على الناحية التانية هو نفسه جرم الارض، يبقى اسمها ايه بقى؟
دي ظلمة. لكن المواجه للشمس إن جه فيها جبل واعترض أو مباني أو شجرة هيبقى الباقي فيه ضوء الشمس، ودي لوحدها هي اللي فيها الايه الظل. يبقى إذن الظل ايه؟ هو أن يحجب شيء كثيف على الأرض، مش الأرض نفسها. إن كانت الأرض تبقى ايه؟ ظلمة. إن كان شيء على الأرض يبقى ايه؟ اسمه ايه؟ ظل. مرة الظل بقى يجي الظل ولا الحرور، ظل ظليل مش كده ولا؟ وبعدين لك كأنه ظل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ايه؟ المتقين في ظلال وايه؟ وعيون. الله، إذا كلمة ظلال دي ماشية في القرآن وبنشوفها كل وقت. أما لك خد بقى بالك وتنبه إلى ظاهرتها. ساعة تطلع الشمس يبقى الشيء الكثيف اللي هيحجب ضوءه طويل لحد الأفق، وكل الشمس ما تطلع شوية يقصر لحد ما يصير ايه؟ الظل في زواله. وبعدين يبتدي العكس، هتنحدر بقى ناحية الغرب، يوم يبتدي الظل يعمل ايه؟ يطول لحد ما يبقى في الايه؟ في الاخر. قال انا ربنا يريد منا ان نلاحظ هذه الظاهرة. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ ساعة ما طلعت الشمس ظل أي حاجة هناك، ساعة ما تطلع يضرب للأفق. وبعدين لو شاء الله لجعله ساكنا هكذا، ولكنه يتغير ينقص في أول النهار، ينقص وفي آخر النهار يزيد علشان يبقى زي الأولانية. تقول له عال بقى قوي. النقص والزيادة، النقص في أول النهار والزيادة في إيه؟ في آخر النهار. معنى النقص يعني إيه؟ إن طول الظل يبتدي يتناقص، ومعنى الزيادة إن طول الظل يبتدي يزيد. الزيادة والنقص دي في حركة، الزيادة والنقص إيه؟ حركة. الحركات لها نوعين اتنين، إما حركات قفزية يعني كده، انت ما عمرش شفت ساعة فعقرب الدقايق، ساعة ما تبص العقرب الدقايق مش عقرب الدقايق ماشي طوالي بحيث ان كل لحظة من الزمن فيها لحظة من الحركة، لا ده هو يقف وبعدين الترس يروح عامله كده يروح ناطط على، دي حركة قفزية. حركة ايه؟ قفزية. معنى حركة قفزية أن يمر على المتحرك وقت ساكن وبعدين يتحرك تشوفه أنت حتى، إنما أتدرك ذلك في عقرب الساعات؟ تدركهاش. يبقى إذن فيه حركة بس غير مدركة، غير مدركة. إحنا لما نيجي نبص للعملية دي نقول الولد الصغير اللي أنت خلفت ولد أهو وتولد وقعدت تبصله كده، لو قعدت بصص له شعر لا يكبر في عينك ابدا. انما يكبر لما تغيب عنه شعر تلاقي الواد بقى شكل تاني. مجموعات كبر في اوقات متعدده تجمعت، لان انت ما عندكش المقياس الدقيق اللي تدرك به الايه. طب هو كبر بيكبر كل يوم ملي؟ يعني بيقعد ساكت كده وبعدين في اخر النهار يروح منطوق الملي، ولا المل ماشي طول النهار؟ بس ماشي بطول النهار بمقدار ليست عندك آلة. طب احنا بنعملها في الساعات وبنعملها مش عارف في ايه وبنعملها في ايه. طب اللي عاملها في الضوء ما هي ايه؟ المكنة اللي معمولة في الظل دي قال لك نسبها له هو، مش ميكانيكا بقى، مش ميكانيكي. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ هو مش عاملين زنبلك ولا فين الزنبلك يا اخوان اللي ماشي ورا الشمس ورا الظل؟ ما فيش. ولذلك يقول ايه؟ وبعدين قبضناه الينا، وبعدين بين لنا الحركه البطيئه القبضا يسيرا. ما انت مش هتدركه، ما تدركوش انت ابدا. يبقى معنى ما تدركوش انه ايه؟ في كل لحظه من لحظات الزمن حركه، ما فيش وقت من الزمن مهما قل خلا من مين؟ من الحركه. بس انت ما عندكش المقاييس اللي تضبط بها ايه؟ اللي تضبط بها الحركة. طب تعالى شوف العقرب بتاع السواني
اللي بيسموه المهياص ده اللي بيمشي كتير كده مش كده. انت تشوف دي تلاقيها في عرب الثواني اقل ولا لا؟ في عرب الساعات غير. قال لك الحق سبحانه وتعالى لفتنا الى هذه لفته علشان نعرف ان احنا هنستغلها في اشياء كثيره، مش بس مجرد ظاهره كده تاخدها وتتعجب من قدره الخالق فيها، لا هتنتفع به. القدماء المصريين عملوا ايه عشان يضبطوا الزمن؟ ما هم عملوا المسلات وبعدين يشوفوا الظل ويعلموا دلوقتي بقى كده ويقسمها كده المزوله. شفتوا المزاول؟ الاسلاميين عملوا المزوله برضو بتاع كده فيها ارقام ومش عارف ايه، وعملوا الخشبه كده اهو تقوم الشمس تيجي مش عارف ايه بتاعه كده. الفلاح لما يقعد يقعد كده هو وهو قاعد يبص كده يقول لك الساعه دلوقتي 9 ليه؟ يقول لك اصل الشمس بقت عند الشباك بتاع حاطط فلان ضابطها هو، مع انها بتيجي بحساب برضو غير دقيق. ليه؟ لان في كل يوم من ايام السنه للشمس مطلع لا تطلع منه مره اخرى. ولذلك المعبد اللي في الصعيد معمول فيه 365 طاقه، كل يوم الشمس تطلع في ايه؟ مما يدل على انها منازل مختلفه ولا مش مختلفه. اذا احنا استفدنا بالمسلات وبالايه وبالمزاول من حركه الايه من حركه الظل، الى اننا ابتدانا نعمل ساعات. اول المسلمين ما عملوا ساعه عملوا ساعه دقاقه بالماء، دقاقه بالماء يعني يعملوا لها برضه عقرب كده وبتاع وحاجات زي دي وترس، ويحطوا صفيحه ميه ويخلي الصفيحه مخروقه، تقوم الصفيحه الميه تنزل على القصبه بتاعتها كده تقوم تمررها شويه وتنزل نقطه تانية اللي هي النقطه بتاع العقرب. ولما ودوها لشارلمان ملك فرنسي قال ده فيها شطار، يعني احنا اخترعنا حاجات وديناها فرنسا وبقولوا فيها ايه، شوف احنا كنا متقدمين ازاي. نعم. فاذا الحق سبحانه وتعالى بيقول الم تر الى ربك الى صنع ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليل، هي اللي بتدل. يبقى الظل الضوء هو اللي بيدل على مين؟ على الظل، والظلمة هي اللي بتدل على مين؟ على الايه؟ على ثم قبضناه الينا، يبقى يدل على انه ماخوذ ميكانيكا ولا بقيوميه الحق؟ قيوميه الحق. ولذلك ربنا بيقول انتم يا عبادي ناموا وانبسطتم لان ربكم لا ينام، فهو قيوم على مصالحكم. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الأهل المعرفة يستنبطون من أن الظلال اللي احنا بنشوفها ظل جبل ظل مبنى شائق ظل شجرة تعالت على سطح المول، لأنها ما عملش ظل إلا أنها إيه متعالية على 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 عن السطح، شيء عالي. وما دام شيء عالي عن السطح قال لك لا، الله سبحانه وتعالى جعل ظلها سجودا لذلك المتعالي، سجودا لذلك. ولله ايه؟ يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. الظلال نفسه الشامخ الجبل الشامخ الظل بتاعه ايه؟ ساجد على الارض. كل قد علم صلاته وتسبيحه كل حاجة. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. الله. إذن المشيئة تستطيع أن تخلق من الشيء ونقيضه، تخلق من الشيء وإيه ونقيضه، زي ما قلنا في الإغراق يغرق وينجي. ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يعني ما تدركش انت لما تقعد تبص ما تدركش هو ماشي ازاي في النقص او ماشي ازاي في الطول، يعني حركته حركة انسيابية لا توجد مقاييس عشان تستطيع انك انت تقول انها ماشية قد كده. ليه؟ لان كل شيء يقبل الزيادة يقبل النقص،
يعني افرض انك انت جبت شقة بطيخ بطيخة وشققتها شقة، وبعدين مسكت الشقة شققتها شقة، ومسكت الشقة الحتة اللي مأخوذة من الشقة شققتها ايه، وبعدين مسكتها تاني شققتها، كل حاجة تقبل ان تكبر تبقى تقبل ايه ان تصغر، بس انت ما عندكش الآلة اللي تطلعها صغيرة قوي. ولذلك قلنا في الهباء ده نهاية ما يمكن ان يكون من التفتت. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. ايوه نسينا نقول ان ساعات الحق سبحانه وتعالى يصف هذا الظل ويقول لك ده الظل ده معمول لكم علشان وقدة الحرارة، احنا عايزين ضوء الشمس عشان الكون لان له عملية في الكون، لكن انت قد لا تتحمله. يوم ربنا عمل لك الظلال ده عشان ايه؟ يتفيأ ظلاله، يعني تقعد في الظل شوية كده ترتاح. ولذلك يقول لك مرة يبقى فيه ظل ومرة يبقى فيه ظل ايه؟ ظل ظليل. ظل ايه؟ ايه ظل ظليل؟ أم قال لك دلوقتي لما بيحبوا يعملوا شيء في تكييف في المساحات الحجرية، حجرة يعني مساحة، يقوم يعمل الحكاية سقفين اثنين، ادي سقف وبعدين يسيب فراغ ويعمل ايه؟ ليه؟ أم قال لك علشان تأثيرات الجوية اللي بعيد ما تأثرش مباشرة في حجم الجو. طيب احنا لما نيجي نقعد تحت شجرة، ليه لما نقعد تحت شجرة يبقى أحسن ما نقعد تحت مظلة من القماش ولا تحت ظل حيطة؟ قال لك لأنك لما تقعد تحت ظل شجرة الورقة الأولانية صحيح مظللاك، والورقة اللي فوقها مظللة الورقة بتاعتك، يبقى الظل جاي لك من ظل ومظلل من ظل، يبقى ده تكييف ولا مش تكييف؟ وأيضا فإن الورق لما يبقى مختلط كده ومش عارف إيه بتاعه يحبب عنك ضوء الشمس، إنما ما يمنعش عنك الهواء، الهواء يتخلل. ولذلك قلنا إيه؟ يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم، يخلي النسيم ايه يمشي، يبقى قاعد تحت الشجرة. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وبعد ذلك انتقل إلى آيات أخرى من آيات الكون، لم يتركنا علشان احنا نتنبه إليها بنفسنا، لأن يمكن غفلة الحياة تاخدنا ولا نتنبه إليه، لأن رتابة الأشياء ما تلفتش النظر، الشيء اللي يجي رتيب كده تملي وتشوفه ما يلفتش النظر، فربنا يلفتني. يقول ايه؟ وهو الذي جعل الليل لباسا. الليل احنا عارفين انه ايه؟ ظل ولا ظلمه؟ ظلمه. يبقى الظلمه منعت الايه؟ النور. قال لك اوعى تفتكر ان الظلمه دي ضد النور، وتحاول انك انت تنسخ الظلمه وتعمل نور. ولذلك دي آفة الحضارة. آفة الحضارة انها جعلت الليل ايه؟ الليل نهار. ودلوقتي تنبهوا اخيرا الى ان الاشعاع المستمر على الانسان ضار به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اطفئوا المصابيح اذا رقدتم، لان الشعاع له عمل في وقت حركتك، لكن ساعة ما تحب ترتاح ما يصحش ان الشعاع يجي لك ابدا. ولذلك الحق لما يمتن علينا يقول ايه؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ اذا فالليل له مهمة والنهار له مهمة. قال ايتين بقى ايه؟ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، كما ان اللباس يستر الجسم كذلك الليل يستر الضياء. علشان ايه؟ عشان ايه؟ علشان يبقى جسمك، لان النوم ده معناه ايه؟ ما معنى النوم؟ النوم ردع ذاتي للكائن الحي، مش ردع اختياري. ولذلك تلاحظ انك لما تحب تنام تتعب، انما لما يجي لك النوم ترتاح. ولذلك يقول لك عنه ايه؟ النوم
ضيف ثقيل، إن طلبته عنتك وإن طلبك أراحك. ساعة هو ما يطلبك تبقى نايم على الحصى ويغلبك النوم، تقعد مش عارف ايه ويغلبك الايه ليه. أم قال لك ده ردع ذاتي. يعني ايه ردع ذاتي؟ يعني معناها بيقول لك يا كائن انت لم تعد صالحا للحركة. ايه مد ونام، انت لم تعد صالحا لايه؟ ولذلك واحد يقاوح بقى وياخد اقراص اسمها ايه، يقول له حتى علشان ايه تسهر الليله دي ما تنامش، هتنام فيها ثلاث ايام لازم كده. يبقى اذا النوم ردع ذاتي، كانه بيقول لك يا كائن حي انت لم تعد صالحا الى الحركه، وان حاولت ان تتحرك ستكون حركتك مضطربه وغير متوازنه، فروح اعملها من قصرها وايه ونام. نام علشان ايه؟ عشان تصبح الصباح مستأنف حركه عمل وبنشاط والى ايه اخره. وبعد ذلك الجماعه المتصوفه لاحظوا في النوم ملحظ، قال لك ما دام الكون كله غير المختار مسبح لربه وكل قد علم صلاته وتسبيحه، تقول زي صلاتك يعني، وما دام مسبح لربه يبقى الكافر اللي كافر فيه ايه؟ اللي كافر فيه ارادته، وانما جسمه وذراته مؤمنه. جسم وذراته مؤمنة، بدليل ان العاصي اللي عمل معاصي ذرته يجي يوم القيامة تقول له ايه عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا كذا، اكن ده كان غيظها ولا مش غيظها. ليه؟ لان الله سخر الجوارح لمرادات الانسان. قال للسان يا لسان اخضع لمرادات صاحبك، عايز يقول لا اله الا الله قل، عايز والعياذ بالله كما نطقها المشركون لا وجود لله يقول له. يبقى اللسان خاضع لمين؟ لمراد صاحبه منه. وانت يا ايه برضو خاضعة لمرادات صاحبك منك. اميطي اذن عن الطريق، اضربي واحد قلم، مديها بالخير للناس، مديها بالشر للناس، في دي تطيعك وفي دي ايه ليه؟ لأنها مقهورة لإرادتك. فحين يأتي يوم القيامة لا إرادة إلا للحق، مرادتها تقول بقى ده هو عمل بي كذا وعمل بي كذا، يبقى كرهة ولا مش كرهة؟ تبقى كرهة. فيجي بقى النوم ده انت بتقول ان هو رضع، يعني رضع طاقي عشان ما عنت الصالح للحركة، ده كمان ما عنت الصالح للتعايش معها، لان اسامك كترت قوي وزبرت عليك قوي وقرفتني، روحت ليه نام بقى، خليني ايه خليني ارتاح منك. ولذلك تجد الظاهره دي موجوده لما نروح الحج، واحد يقول لك يا اخي انا في مكه والمدينه ساعتين اتنين بيقضوني نوم زي هنا، يقول له اصلك في الساعتين اتنين اللي يقضوك نوم لان سيئاتك قليله قوي، انما هنا سيئاتك كتيره، فعايز 10 ساعات على ما ترتاح اعضائك من قرفك. ولذلك ادي السبب، يفسر بقى قول الرسول ان هو تنام عينه ولا ينام قلبه. ليه؟ هي جوارحه هتزهق من طاعه الرسول، ده الرسول مطيع طاعه جوارحه، تبقى صحبته حلوه ولا مش حلوه؟ تبقى عايزه فيها، يبقى تنام عينه ولا ينام ايه؟ ولا ينام قلبه. بقول انا بعامل الناس على المعنى العام، المعنى العام ان نفوسهم دائما شطاها للشر وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، فالطاقه تتعب وبرضو جوارحك تتعب منك، فانا عايز اعمل هدنه ايه؟ اسمها ايه؟ هدنه التعايش. نام علشان تصبح الصبح عندك ايه؟ نشاط. وهو الذي جعل لكم الليل ايه؟ لباسا، والنوم سباتا. السبت هو القطع، وسباتا يعني قاطعا. قاطعا ليه؟ قاطعا للحركة، لأنت لما تنام خلاص انقطعت حركتك، وما دام انقطعت حركتك يبقى ايه؟ فيه سبات. انقطعت حركتك لتكون انقطاعا نهائيا، ولا انقطاعا مستأنفا لحركة أقوى. ولذلك اللي يبقى نايم بالليل
واخد نهاره يوم الصبح ايه عنده نشاط, واللي قاعد بقى يشوف الفيديو وقاعد مش عارف ايه لحد بقى الصبح كده يقوم بقى يصحوه بالعافية ويقوم بقى ملخبط وتبقى حالته مش عارف ايه وإلى آخره. ليه؟ لان ربنا عمل المقدار انك انت تنام بالليل على قدر ما تتحرك بالنهار. ان كنت عايز تتحرك بنشاط نام كويس في الايه. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. معنى نشور زي ايه؟ شكور. انما نطعمكم من وجه الله ايه, لا نريد منكم جزاء ولا ايه ولا شكورا. يبقى الشكور هو الشكر, ويبقى النشور هو النشر. والنشر معناه ايه؟ الانطلاق في الارض للحركة, فانتشروا في الارض مش كده ولا؟ وابتغوا من فضل الله. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. احنا قلنا ان الرياح اذا جاءت مجموعة تبقى فيها خير, ان جاءت مفردة يبقى فيها شر. ليه؟ قال لك انت لو نظرت الى الكون اللي انت عايش فيه ده تقوم تجد ناطحات سحاب وجبال عالية مش كده وموجودة على الارض, بلك اللي وزنها ايه مخلاها ثابتة كده, ان في هوا من هنا وهوا من هنا وهوا من هنا وهوا من هنا, بلك لو الهوا خلي من ناحية تروح على طول. ما دام يجيب رياح يبقى ريح من هنا وريح من هنا متعددة, انما لما يبقى ريح يجي من ناحية ايه؟ من ناحية واحدة. ولذلك بريح صرصر عاتية, بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الله. يبقى لما يفرد الريح يبقى للشر, انما يجمعه التجمع الريح ده والرياح مختلفة هي دي اللي عاملة توازن في الايه؟ عاملة توازن في الايه؟ في الكون. وهو الذي ارسل الرياح بشرا. بشرا هي سكون الشين صحيح, انما هي اصلها بشرا الاصل كده زي رسل. زي ايه؟ رسل بشر, بس التخفيف عملها ايه؟ بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي ارسل الرياح بشرا. والبشرى هي الاخبار بما يسر قبل زمنه, بشرك بان حاجة هتحصل لازم تكون خير. يوم العربي كان ساعة ما تمر عليه الرياح يعرف ان بينه وبين المطر قد كده, يعني يحكم على مجيء المطر بالرياح. ساعة الرياح ما تهب صفحة خده كده يقول يبقى كن الرياح دي قال دي ايه بشرى بالمين؟ بان في مطر ايه؟ في مطر جاي. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقالوا بين يديك يعني قدامك, فلان بين يدي الامير يعني قدامه, بين يدي ايه؟ رحمته اللي هي ايه؟ اللي هي الايه؟ المطر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. التعبير كلمة السماء, السماء لها معنيين, معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي كل ما عليك كل شيء فوق راسك يبقى اسمه ايه؟ سماء. والسماء الشرعية بقى اذا اطلقت تبقى السماء اللي هي ايه؟ السماء العالية اللي هي سبع سماوات. هو ربنا بينزل من السماء ولا من جهة السماء؟ من جهة السماء. انما هو من الغمام, والغمام جاي منين؟ هو جاي من الارض. يبقى الماء المية بتتبخر بتطلع بخار وينعقد, ولما ينعقد يتجمع بعضه. ألم ترى ان الله ايه ايه يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج ايه من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب رحمته من يشاء ويصرفه عمن ايه؟ عمن يشاء. تبقى رحمة الله اي لايه؟ الرحمة جاية من المية. ليه؟ لان احنا مخلوقين من الماء, ومن الماء كل شيء ايه؟ ومن الماء كل شيء ايه؟ كل شيء حي. وانزلنا من السماء ماء. شوف كلمة طهورا دي بقى, بس هو طهور ده احنا بنشرب منه ونسقي انعامنا ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ايه ونعمل ايه علشان يبين لك
أما الذي جعله لك رحمة حياة منه به تتطهر من الأشياء أيضا. الله. يعني يبقى اديك الحياة ويديك طهر الايه، لأن فيه فرق بين ماء طاهر وماء طهور. لما تتوضى كده وضوء في آنية ولا حاجة ومية الوضوء تبقى موجودة، ماء الوضوء أصبح مستعملا لأن أنت استعملته في الوضوء، إنما هو طاهر في ذاته بحيث لو مس ثوبك ما يبقاش نجس، إنما ما يصلح بعدين أنك تتطهر به. يبقى الطهور هو إيه؟ طاهر مطهر، والطاهر يبقى طاهر بس. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وطهور ليه؟ لم قال لك لأنه بقى جاي تقطير مقطر. ده انت لما تقول حاجة تقول حاجة من ايه؟ حاجة مقطرة، زي معنى لما يروح الأجزخانة ويحبوا شوية دواء يعملوها يقول لك انا عايز ماء مقطر. ماء مقطر يعني لا شوائب فيه. طب وعلشان تعمله من غير شوائب تعمل ايه؟ يقول لك تجيب حاجة وتغلي فيها المية وتخلي المية تطلع ايه؟ بخار، والبخار تمشي في أنبوبة، الأنبوبة دي تمرر عليها مية ساعة، تقوم لما البخار يمشي في المية الساعة يرجع ايه؟ يتكثف. يبقى ايه المايه بقى اللي تنزل في الكوبايه دي؟ تبقى ماء، ماء ايه؟ ماء ايه؟ مقطر. علشان تعرف العمليه دي بقى تشوف انت المطر اللي بينزلنا ده يبقى مقطر، ولا احنا ندري، ما ندراش انه تقطر بايه ولا بتاع، لان عمال البحار والاشياء بتنضح بالمايه فوق عمليه ولا ندرى به ولا عرفناها الا متاخره. وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. بلدة ميتا يعني أرض بلدة ميتا. قال لك إيه؟ لأن لما ننزل المية على الأرض وترى الأرض هامدة مش كده؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه؟ من كل زوج إيه بقى. كلمة ميت فيه ميت وفيه ميت. الميت هو الذي يؤول إلى الموت وإن كان صاحي لسه، ولذلك يخاطب الله نبيه فيقول له إنك إيه؟ إنك ميت وإنهم ميتون. ده بيخاطبه ميت إيه ده؟ هو قال لك ميت يعني تؤول لإيه؟ تؤول للموت ضروري. إنما ميت يبقى في الفعل فقد الإيه؟ وما الميت إلا من إلى القبر يحمله. يبقى فيه ميت وفيه ايه؟ وفيه ميت. لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه ممن خلقنا أنعاما. نسقيه مما ونسقيه مما خلقنا أنعاما. في سقاه وفي أسقاه. أسقاه أعد له ما يستقي منه وإن لم يشرب الآن. يعني جبت له الحاجه الميه عنده قال ايه؟ لكن سقاه ناوله يشرب. ولذلك في الهيك يقول لك وسقاهم ربهم شراب ايده. وسقاهم ربهم شراب، انما ماء فاسقيناكموه يعني جعلناه لكم ان حبيتوا تشربهم تبقوا تشربوا. يبقى اسقى بمعنى اعد له ماء ليشربه وقت يحتاج، انما سقاه جاب له الشربه كده واداها له بالفعل عشان ايه؟ عشان يشربها. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا. أناسي جمع إنسان. إنسان لو جمعته على ظاهر اللفظ كده تقول إيه؟ إنسان، هاتي جمع كده أناسين، مش كده معناها كده؟ إنسان إيه؟ أناسين. لما لقوا فيها تقل عمل ونون منها قلبوها إيه؟ إيه عشان تبقى إيه؟ خفيفة على الإيه؟ على اللسان. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم. صرفنا التصريف التحويل والتغيير، مش جبناه كل حتة دي فيها مطر ودي مش عارف لا بننقل. ولذلك الآية اللي قلناها قبل كده يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. ليه؟ عشان طلاقة القدرة ما تبقاش حياة رطيبة. علشان ايه؟ عشان نلتفت وقت ان نحتاج الى من يسقينا.
ولذلك نعمل صلاة ايه؟ صلاة استسقاء. لو كانت مسألة رتيبة كده ودي كده ودي كده لا ما تنفعش. ولقد صرفناه أي حولناه من هنا إلى هنا مرة وإلى هنا مرة أخرى بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. العبر دي كلها ومع ذلك يوجد إيه؟ كافرين بآيات الله غير ملتفتين إيه؟ ملتفتين لها. ولذلك تلتفت تلاقي مثلا إحنا في عصر الحضارة أهو البلاد اللي الأمطار دايما تنزل فيه قال تيجي في أيام من الأيام يجي لها جدب ولا يجي لها مطر والدواب بتاعتها تموت والمش عارف ايه. إذن هي مش بيئية يا أخوي، ده مرادات خالق، مرادات خالق ومرادات حق. نعم نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ايه الحكاية؟ الله يريد أن يمتن على رسوله منا. قال احنا مش قلة رسل عندنا، ارسلناك رسولا للناس كافة وللزمن كله. احنا كنا نستطيع نخفف عنك المسألة دي ونبعت لكل قرية رسول والعيب يخف عليك، انما اصل احنا عايزين لك ايه؟ لا عايزين لك شرف الجهاد وشرف المكافحة، فجمعناها كلها لك. جمعناها كلها لك ليه؟ عشان انت اللي هتقوم عليه الساعة، الدين اللي هيقوم عليه الساعة. انما كان من السهل اننا نجيب لكل قرية ونبعث لها ايه؟ رسول وتتوزع الايه؟ المسائل. لا احنا عايزين انت اللي ايه؟ تقوم بالزمان كله وبالمكان كله. ليه؟ قال لك علشان الله يفيدنا انه حين يهب الطاقات مش معناها ان الطاقة هي اللي تحكم قدرته في الامر، انه يجيب ليه دي رسول وليه دي رسول، ده يقدر يجيب لرسول ويدي له طاقة تتحمل كل هذا كله. نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة. وما دام احنا جمعنا لك المسائل بتاع كل القرى دي وخلناك تبقى في الزمان عام وفي المكان عام، يبقى انت بقى تقف الموقف اللي يتناسب مع المهمة دي. ايه الموقف اللي يتناسب مع المهمة دي؟ فلا تطع الكافرين. يقول لك تعالى نديك ملك، تعالى نجيب لك مال، تعالى ندي لك ايه شرف، اعرف ان ما ادخره الله لك فوق ايه؟ فوق هذا. حين يقول الله لرسوله فلا تطع، يبقى ما حتى بيعذروا امام الكافرين، يقول لهم انا بلح عليكم لانه هو اهلي ولا اهلي فانا اعمل ايه؟ انا بنفذ. فلا تطع الكافرين. او انك حين تنهى واحدا عن شيء ليس معناه انه يفعل المقابل، مش معناه انه بيفعل المقابل عشان تقول هو بيبيع هو بيطيع عشان تقول لا تطع. لا، زي ما اقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا امنوا. الله، ده هو ناداهم بانهم مؤمنون، كيف يطلب من منادى بالايمان ان يقول له ايه؟ امن. يبقى تحصيل حاصل. ام قال لك انت امنت قبل ان اقول لك هذه الكلمه، مش كده؟ فانا عايز توصل ايمان جديد بالايمان الاولاني، اوعى ينحل الايمان عنك. يبقى اذا طلب الموجود يبقى معناها ايه؟ استدامه الوجود. نعم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، اي بما نزلت به وما جاءك من القران، جاهدهم جهادا كبيرا. واعلم انك انت غالب بامر الله عليهم. ولا تقولش ان في تيار اشراك وتيار كفر وتيار ايمان. فانا حديك مثل كوني. ايه المثل الكوني؟ في اهم شيء في حياتكم وهو الماء، وهو الذي مرج البحرين. مرج يعني خلطهم وخلاهم يسيروا كما يحب، ما عملش حواجز من اسمنت ولا مسلح ولا صلب من دوده ابدا. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، مفيش حد هياثر على الثاني. وانت تتعجب من انك انت الماء الطبيعه بتاعته الاستطراق. معنى الاستطراق انه يقعد يبحث عن الواطي لحد ما يعلمه بشكل واحد،
طب ادي ميه مالحه وميه حلوه، المساله مش انها في تحت الارض هيصى على بعضها، لا ده فسلكه ينابيع في الارض، زي ما يكون كل مواسير ما تختلطش ببعضها. ولذلك ان عملت حفرت على شاطئ بحر تلاقي ميه عذبه، ويمكن انفحت في بحر برضه تلاقي ميه ايه عذبه. والى لقاء الاخر.